طيب اذا جينا طلعنا هلا على هذه المعادله، هلا تتذكر مره احنا اشتقينا في افريج لما كانت الفايرنج انجل زيرو، مظبوط؟ في افريج شو كانت طلعت معنا؟ انتجرال. بس قديش ايش طلعت الفورمولا اللي هون معنا؟ متذكرين لما اشتقيناها من هون؟ اخذنا احنا في فيز مش هيك؟ اخذنا في فيز ضربناها، في فيز هاي اللي هي بيك ضربناها بجذر الثلاثة اعطتني في لاين بيك، مظبوط؟ في لاين بيك لما ضربنا هاي بجذر الثلاثة، وبعدين لما كامل اخذنا واحد على اثنين باي، مظبوط؟ والانتجرال كان طلع واحد وضربنا في ستة وطلع هذا كله واحد من هون مش هيك؟ فصار عندي ستة بجذر الثلاثة على اثنين في في فيز بيك، وفي فيز بيك يعني هاي الساينوسويد اللي موجودة هون، هذا هون في فيز اللي هي هاي النقطة. اوكي وبقدر اربطها بالار ام اس زي ما بدك. ستة على اثنين شو بتصير؟ ثلاثة، بتصير ثلاثة جذر الثلاثة على باي في البيك تبع الفيز فولتج من هون، هذه رح تعطيني الفي افريج. هاي يعني في افريج لما تكون الفا بتساوي زيرو. هلا انتبهوا لما نقول الفا بتساوي زيرو عن اي زاويه بنحكي؟ نذكر حالنا مره ثانيه، عندي هاي الار وقبلها ب 30 درجه ار ماينس اس، في عندي ار ماينس اس من هون مش هيك؟ احنا عم نحكي والفا انا اصلا القيمه المينيمم تبعت الفا لاحظوا هذا التي وهذا الار. امتى ار بتصير موست بوزيتيف؟ عند النقطة هاي، بقدرش اعمل فايرنج لواحد للاس سي ار رقم واحد قبل هاي النقطة، مظبوط؟ هاي النقطة 30 ديجريز. 30 ديجريز وذ ريسبكت تو ار او 60 ديجريز وذ ريسبكت تو ار ماينس اس. إذا لما بقول الفا بتساوي زيرو معناها هون الفا. الفا ببدا بحسبها من هاي النقطة. يعني الفا ببدا بحسبها من نقطة تقاطع تي وار. اللي هي عند 30 ديجريز. هاي الفا. فالفا رح تبدا من هاي النقطة اونوردز. ولذلك تتذكروا في السيمولينك حطينا 60 ديجريز. 60 ديجريز لأنه الريفرنس تبعي كان ار ماينس اس. لما كان الريفرنس تبعي ار ماينس اس صار عندي هون المينيمم انجل لازم يكون في عندي 60 درجة وبعدين ببدا بضيف عليها الفا. الكل فاهم هاي النقطة؟ بس هاي مش ار، كانت تكون اس مش تي صح؟ اي واحدة؟ لا اختم هاي اللي هون؟ بتكون اس هاي؟ لا انتبه، اس تبدا هون، تي اللي قبلها واس اللي بعدها، مين لاجينج؟ ار ليدنج اس، مظبوط؟ فاس راح تكون هون قبل ب 30 درجة، هون تقريبا هاي بتنزل هيك، هي اس. مظبوط؟ ار اس تي، بس تي نفسها هيها اللي هي هون. فتقاطع ار وتي يعني تي في لحظه معينه راح يبطل هو ذا موست بوزيتيف وراح يصير ار ذا موست بوزيتيف. هاي النقطه هي 30 ديجريز بعد الزيرو تبع ار او 60 ديجريز بعد الزيرو كروسنج تبع ار ماينس اس. الكل فاهم هاي النقطه؟ اوكي؟ طيب ليش ناخذ الريفرنس ار ماينس اس؟ بصير زي ما بدك، احنا لانه في الاس في السيمولينج دخلنا الريفرنس ار ماينس اس. هلا اذا بدك بقدر انا اغير الفايل كله كامل، الغي الار ماينس اس وادخل ار. انا ليش فضلت احط ار ماينس اس؟ لانه السيمولينج الاصطلاح تبعهم حاطين اي بي هم بس، فهو بقول لك انا بسمي اي بي. هلا انت اذا بدك انسى انه هو مسمي اي بي ودخل له ار، هو مش راح ياخذ الماجنتيود تبعه، شو بهمه منه؟ زيرو كروسنج. فاذا انت دخلت له ار شو صارت المينيمم فاليو؟ 30. وقتها انت بتصير تقيس من ال 30، بس تقدرش تعمل فايرنج قبل ال 30. لاحظ الار لو حاولت اعمل له فايرنج هون هل راح يعمل فايرنج الاس سي ار تبعه؟ لانه هو مش الموست بوزيتيف، فعلى الفاضي راح تروح الفلس على الفاضي. او راح اشغل البلس وراح اضل استنى، ما راح يقدر ار يشتغل لحد ما هو يصير ذا موست بوزيتيف. تذكروا الرسمه كان عندي 1 2 3 4 5 6 هي 1 وهي 4 كانت، هذه عندي اظن 3 و6 هون مش هيك، وهي 5 وهي 2 هاي 2، هذا هون تي، هذا هون اس، وهذا هون ار. 1 2 3 4 5 6 هي التي. التي بكون هو ذا موست بوزيتيف، فلازم خمسة اللي بقدر اشغله خلال الفترة هاي، بقدرش اشغل واحد. لو حاولت اشغل واحد قبل النقطة هاي ما بقدر اشتغل، لأنه تي مور بوزيتيف. طبعا اتذكر انه هذول هيك كنترول كنترول. ها؟
فانا ما بقدر اللحظه اللي ببدا اقدر افكر اني اعمل فايرنج لار فيها هي هاي النقطه. فلذلك انا المينيمم 30 بالنسبه ل ار لانه تي راح يكون ذا موست بوزيتيف قبل النقطه هاي. هلا ايش راح يصير الان؟ خليني امحي هاي بس عشان نقدر نركز على شكل الرسمه. راح اجي اقول هلا بالنسبه لهاي الزاويه من هون انا راح اخر هي الفا. فهلا شكل الويف فورم اللي راح يصير عندي، انا الويف فورم اصلا كانت راح يطلع فيها ار ماينس اس، مزبوط اول شيء. هلا ار ماينس اس راح يكون 30 درجه قبل، وهون هيك وهي 30 60 90 120 عفوا 0 30 60 90. فراح تكون عندي هون هذه بهذا الشكل، بعدين 1 2 3 مضبوط. هاي ار ماينس اس، بعدين راح يجي بعدها ار ماينس تي بعدها ب 60 درجه، فعندي هون 1 2 هاي راح تكون 60 درجه مضبوط. فراح تصير هاي البيك تبعت ار ماينس تي، فراح تصير عندي هذه هون هيك 1 2 3 4 5 6. بروح ترجع مره ثانيه تتكرر بهاي الطريقه. هلا اذا ما عملت فايرنج ايش الشكل راح يطلع معي؟ هي 1 2 3 4 5 6 بلس. هلا اذا بديت اعمل فايرنج من هون شوفوا ايش راح يصير. اذا انا عمدا اخرت الار، افترض اخرت الار لهون، يعني اخرت الفايرنج تبع واحد ما خليته يشتغل، وكان خمسة هو ذا موست بوزيتيف، ايش راح يصير خمسة؟ خمسة راح ينبسط ليش؟ يضل شغال لانه ما اجى اللي بده يطفيه، ما اشتغل اللي بده يطفيه. فهذا راح يضل اون لحد النقطة اللي هذاك اشتغل فيها، لما اشتغل 1 صار هو ذا موست بوزيتيف، عمل ريفرس بايسنج لها. فاشتغل هلا هذا من هون بهذا الشكل، فهاي امتدت لهون، وهاي نفس الشيء هلا راح يصير عندي هون اللي هو انا هون المفروض يجي عندي هلا هون ار ماينس تي، هلا ار ماينس اس، هلا المفروض كان تبع اس يطفي اللي هو 6 مش هيك ويشتغل محله 2 كنيجاتيف، بس انا اخرته نفس الشيء، فلما اخرت التي من هون ضل 6 شغال. راح اطلع حد هاي النقطة بهذا الشكل، وهيك راح يصير عندي هون، وهيك راح يصير عندي هون. إذا هاي هون تفسير شكل الويف فورم اللي هون. وين صارت الزاوية بقيسها بالنسبة لوين؟ هي لاحظوا بالنسبة لنقطة التقاطع R لـ T اللي هي 30 درجة من هون، 30 درجة من هاي النقطة أو 60 درجة من هاي النقطة، تمام؟ هلا أنا هاي الويف فورم بدي أحسب الأفرج تبعها، شو بقدر أعمل نفس الطريقة؟ عندي 6 ايدنتيكال كومبوننتس مضبوط؟ إذا بقدر آخذ 6 أكامل على 2 باي مضبوط؟ وبعدين هلا بدي اكامل. هلا هون لاحظوا في عندي هاي تاخرت بمقدار الفا وهاي كمان تاخرت بمقدار الفا. حدود التكامل الاصلي كانت باي على 3 اللي هي 60 درجه و2 باي على 3، بس الاثنين صار لهم شيفت. لاحظوا مش بس واحد اللي صار له شيفت، مش انه هذا صار له شيفت وهذا ضل مكانه. ما هو انا اذا حطيت التاخير الالفا، الالفا راح تنطبق على السته كلهم، فلما اخرت هاي بالفا هاي كمان تاخرت بالفا، فضل عرض الهاي ضل 60 درجه. هو اصلا لازم ضل 60 درجه، انا عندي 360 وست قطع. هاي صارت الفا بلس باي على 3 وهي الفا، او اذا بدك حطها بالعكس حطها 2 باي على 3 زائد الفا حتى تفهمها، وهي زائد الفا. اذا الان صار عندي في افريج، اذا بدك حطه از فانكشن اوف الفا بيساوي كان عندي 6 على 2 باي، وعندي جوا كان هلا هاي الويف فورم هي عباره عن جذر الثلاثة مضروبه في في فيز بيك مضبوط في ساين اوميجا تي دي اوميجا تي. ليش بنحط ساين اوميجا تي دي اوميجا تي؟ بالنسبه لاوميجا بالنسبه لالفا، تمام. اذا بالنسبه لالفا او بالنسبه للثيتا، احنا كل التكامل ايش الفاريبل اوف انتجريشن هون؟ ثيتا زاويه، اوكي. هاي وحدتها راديانز، هاي وحدتها راديانز،
هاي وحدتها راديانز وهاي وحدتها راديانز. ولما بحط هاي اوميجا تي بتاكد انه ساين اوميجا تي لما بكاملها او بشتقها فيريبل واحد اوميجا تي، ما بضرب في اوميجا وبقسم على اوميجا. ماشي واضح؟ هاي نقطه مهمه بتلخن حالك بعدين. اذا بدك تغير بصير، اذا بدك تعمل فيريبل اوف انتجريشن تي وتي بده يتغير كل شيء، هذا بده يتغير، هذا بده يصير زمن مظبوط، وهذا بده يصير زمن، بده يكون كونسيستنت. اذا هذا الفيريبل حسب شو الفيريبل اللي بعد دي من هون بده يكون هذا الفيريبل وهذا الفيريبل، بصير غير زي ما بدك ونقسم اوميجا بدك. تمام بالضبط، بصير وقتها بتضرب في اوميجا وبتقسم عليها، ولما تشتق بتضرب ميجا ولما تتكامل بتقسم على اوميجا. لكن احنا هون عملنا الفاريبل اوف انتجريشن هو ثيتا، يعني هاي عباره عن ثيتا وهاي عباره كانها ثيتا 2 مظبوط، وهاي كانها ثيتا 1، فصفت هاي كانها ثيتا. ماشي واضح لهاي؟ عشان والا رح تصير تضرب في رح تصير تقسم على اوميجا رح تطلع معك غلط الجواب. اذا احنا الفاريبل اوف انتجريشن كله هون هو ثيتا ان ريدنس. هيك جاهزين، بس بدنا نعمل ايفالويشن لهذا. شو واضح شو اللي عم نحاول نعمله؟ نربطه مره مره ثانيه بالدرايف. انا هدفي اعمل بلوك الان. البلوك هذا بحول من فايرنج انجل لفولت وبعطيني في اوتبوت از ا فانكشن اوف افريج. بدك ركز عليه انه افريج. يهمني الريبل اللي فيه؟ لا يعني انا بالنهايه عمالي بفترض انه الريبل اللي فيه ما بستفيدش منه. على بالنهاية عمالي بحسب الافرج تبع هذا وبفترض كانه هو طلع لي دي سي فولتج منه الافرج تبع هذا. انكونفينينس ازعاج، مصدر ازعاج الريبل اللي موجود هون، بس انا ما بقدرش اعمل شيء فيه، او بقدر احاول اعمل له فلترنج بعدين اخفف منه، بس انا اللي بيهمني بشكل رئيسي هو الافرج تبع هذا الفاير. اذا هي صار عندي الفا وصار بدي اطلع في اوت. هلا هون بدنا نطلع هذه العلاقه اللي بين التين. اوكي ماشي واضحه هاي. اذا خلينا نكمل هلا بهذا الاشتقاق. رح امحي هاي الاشياء اللي ما بتستفيدش منها الان. اذا ناخذ هذا هلا من هون، هلا هدول كلهم بقدر اطلعهم برا. جذر الثلاثة بيطلع معي برا، وفي فيز بيك بقدر اطلعه برا، في ماكس اذا بدك تسميه في ماكس مثلا اللي هو الماكسيمم فاليو تبع الفيز. فراح يصير عندي هلا في افرج بتساوي هاي بتصير 3 في جذر الثلاثة مش هيك؟ اه 3 في جذر الثلاثة على 2 باي في في فيز لا على باي بس على باي على باي اه راح الدينير صحيح، وهاي عندي هون بيك. اوكي هذا خلص بنحطه على الجنب لانه كله كونستنت. صار عندي هلا هذا الانتجريشن اللي هو ساين ثيتا دي ثيتا بدي اعمل. صار عندي هلا هون ساين ثيتا دي ثيتا، وثيتا بتتراوح من باي على 3 زائد الفا ل 2 باي على 3 زائد الفا. راح يصير عندي هلا ساين راح تعطيني ماينس كوساين ثيتا، وعندي هون باي على 3 زائد الفا 2 باي على 3 زائد الفا. راح يصير معي هلا هون ماينس كوساين 2 باي على 3 زائد الفا ماينس ماينس بلس كوساين باي على 3 زائد الفا مضبوط. هلا بدنا ناخذ كوساين اي بلس بي مضبوط تساوي كوساين اي كوساين بي ماينس ساين اي ساين بي مضبوط. إشارة البلس هون بصير ماينس هون. إذا الآن رح نطبق هذا يصير كوساين الأول كوساين الثاني. إذا هذا رح يصير عندي الآن ماينس، خلينا نحط الماينس برا وآخذ كوساين A كوساين B بصير عندي كوساين 2 باي على 3 كوساين ألفا ماينس ساين 2 باي على 3 ساين الفا. هذا الجزء الاول مضبوط. دخل الماينس بصير عندي هذا ماينس وهذا بصير بلس. بعدين عندي هون زائد كوساين باي على 3 كوساين الفا ماينس ساين باي على 3 ساين مضبوط هيك لحد الان. هلا خلينا نطلع هذول المفروض في تيرمز يلغوا مع بعض اللي هو الثاني والاخير.
ثاني وهذا بلغوا مع بعض مظبوط؟ ليش؟ لانه عندي ساين بوزيتيف في الربع الاول وبوزيتيف في الربع الثاني مظبوط؟ فراح تكون كوساين 2 باي على 3 بيساوي ساين باي على 3. ماشي واضح هاي؟ يعني اذا عندي زاويه هيها باي على 3 اللي هي 60 و2 باي على 3 اللي هي هاي 2 باي على 3 الساين بوزيتيف هون والساين بوزيتيف هون. اذا هذا الترم بيشتغل تماما مع هذا الترم. واضح ليش؟ تمام؟ الكوساين بوزيتيف في الربع الاول ونيجاتيف في الربع الثاني. فلما يكون نيجاتيف في الربع الثاني معناها هذا بيساوي نيجاتيف هذا، بس انا عندي اصلا نيجاتيف بصير بوزيتيف. اذا مش مع هذا التيرم مع هذا التيرم بصير عندي 2 كوساين باي على 3 مضروبين في كوساين 1000. كوساين باي على 3 اللي هو كوساين ال 60 هو نفسه ساين 30 اللي هو نص 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 2 1 بصير عندي كوساين. فكره هي كوساين 2 باي او 3 ولا باي؟ ما هو انا بدي انا عم بساويهم ببعض. هلا شوف هاي الباي على 3 مزبوط، هاي 60 مزبوط، وين 2 باي على 3؟ هاي مزبوط، هاي 2 باي على 3. بدي استعمل واحدة منهم، بدي استعمل الصغيرة. هلا انا وجدت انه هاي بتساوي نيجاتيف هاي، هاي بتساوي نيجاتيف هاي، بس هاي مضروبة في نيجاتيف فصارت هاي بوزيتيف ضعف هذا القيمة، فصارت هاي القيمة اللي موجودة هون في 2 هي نص اصلا صارت 1 اعطتني كوساين الفا. عود كوساين الفا فوق صارت عندي في افريج as a function of alpha طبعا بدي احولها لراديانز انها تساوي 3 جذر 3 باي في فيز بيك كوساين الفا. اذا عندي هون علاقه كوساين في افريج بتساوي كوساين الفا، وبتطلع معنا هلا هاي لو رسمناها. هلا بدي افترض انه تعريف الفا هو الزاويه من هون. اوكي ماشي واضح. هاي رح اعرفها انها الفا عشان خلص اخلص من هدول. فبتصير عندي هلا لما تكون هذه زيرو بتصير هذه واحد، بتصير هاي القيمه اللي هي نفسها هاي القيمه من هون. هي كانت ايش 536 عندنا متذكرين؟ 536 اذا هذا كان 325 وبعدين رح تنزل معي بهذا الشكل مش هيك؟ هلا رح تشوفوه بعدين انه هذا بيقدر يكمل معي يصير نيجاتيف. يعني لو الزاويه هاي صارت اكثر من قديش؟ امتى هاي رح تصير عندي؟ زيرو عند ال 90 فوق ال 90 شو رح تصير؟ نيجاتيف. كيف نيجاتيف؟ وهذا بنحكي فيه بعدين. هذا بتصير او اخذتوه في الباور انترفيس اخذتوه؟ بتصير انفيرجن. في لها معنى، في لها معنى بنقدر نحكي فيها بعدين، بس هلا احنا بالحاله هاي عمالنا بنقول انه الزاويه هاي لما تزيد ل 90 شوف كيف بصير شكل الويف فورم هاي. لما تزيد هاي ل 90 هلا هاي كلها هي كانت قديش؟ من هون لهون كانت 60، اذا اخرناها رح تصير عندي هون 90، رح يصير شكل الويف فورم اظن اذا انا راسمها بالشكل الصحيح رح تصير هيك. لاحظين ايش الافرج تبعها؟ لما صارت 1090 صارت هاي الويف فورم ايش الدي سي اللي ضل فيها؟ زيرو. وهذا تفسيره انه كوساين 90 بتصير زيرو، بصير هذا كله زيرو، بصير الافرج تبعها. لو زدت فوق ال 90 اذا عندي كونتينوس كرنت، طبعا هذا في حاله معينه لازم يكون عندي اندكتيف كرنت بنحكي فيها بعدين. تذكرنا يا عبد الله لما نيجي هاي نطلع على حاله الكوساين الفا اكثر من 90. بس خلينا هلا نفترض انه الفا اكثر من زيرو واقل من 90 درجه، فراح يتراوح هذا. لاحظوا هاي العلاقه مش لينير. هلا احد الاشياء اللي بدنا نفكر فيها بالدرايف سيستم انا حابب اعملها لينيرايزيشن قبل ما نكمل. واضح؟ يعني انا هلا بدي ارجع للبلوك تبع الدرايف لانه عمالي بفكر فيها انا من منظور درايفز. هلا هون بدخل انا الفا، والفا بدها تتراوح من 0 ل 90 درجه مضبوط؟ وبيطلع معي في، وهي بتطلع معي بتكون في افريج، في افريج از فانكشن اوف الفا. هلا انا بدي احط بلوك هون وهذا يدخل له من صفر لواحد، شو رايكم؟ هاي نقطة مهمة. بدي أدخل أنا بلوك هون بدي يكون من زيرو لواحد، بحيث إنه لما الإنبوت يكون هذا زيرو، بدي الزاوية هاي تكون 90، حتى الفولتج اللي يطلع هون إيش يكون؟ زيرو. وبدي كمان لما بدخل هون واحد يكون هون زيرو، بدي الأوتبوت يطلع من هون كوساين زيرو يطلع واحد، يطلع معي 536. تمام؟ بدي أعمل مابينج. تمام بالضبط، لأنه لاحظوا هاي كمان فيها انفيرجن بالعكس.
لما عم بدخل معي زيرو عم بطلع اعلى فولتج، لما بدخل 90 بطلع اقل فولتج. اذا بدي اعمل واذا عملت هيك شوفوا شو راح تصير العلاقه عندي بالبلوك الجديد كله هذا. راح تصير عندي علاقه زي هيك ما بين الانبوت، انبوت سيجنال سميها مثلا بعرف شو نسميها ار انبوت في اوتبوت من زيرو بالضبط. بتصير هاي من صفر لواحد وهاي بتصير من صفر ل 530 36 فولت. مش هيك ارتب لو عملناها هيك؟ هلا رح نعمل هذه الانفرجن.